ما حاتركك انا. اسمعنا شوي سامي، سامي حنوقف شوي، حنوقف شوي، حنوقف شوي، حنوقف شوي. بليز روق، بليز روق، بليز اهدى شوي. اعطيني كلينكس بليز، حدا يعطيني كلينكس. ريما عم تساليني انت ما فيكن بك ما عرفت تجوزت اثرت عليه الجازة. طب انا لما ما بحصل على صوره لإله الا من سنه. من مين حصلت عليها؟ من صاحبه. هو صاحبه بيتصل فيه قال بده يساعده. عايش بكآبه الصبي، عايش بكآبه. سوري معلش قولهم قولهم قولهم. الصبي بقول لي عايش بكآبه، بدنا نحاول نساعده. يعني حاسس هو فيك؟ ايه. بعدين بقول له ابوي مات باوفر دوز. انت هلا عم بتلوم شاب عاش ما قادر يعرف شيء؟ ريما بعدين بيقول لي طب انت مين؟ انت مين؟ هذا رفيقه الانتيم. ايه قال لك انت مين بشو؟ انت مين؟ بأي معنى؟ بأي معنى؟ بمعنى انه انت شو بتقربوا لعماد؟ بعتك لعنده قبل ما بعته وهذا كله على الماسنجر. ايه قلت له انا اسمي سامي محمد القرا، انا ابوه لعماد. اصلا ليش استهدفك طالما ما بيعرف انت مين؟ ليه حكيك بالاساس؟ عم يتأكد. ايه قال لي لسه بعدك عايش؟ ما انت متت باوفر دوز. انا متت باوفر دوز. بدك تهدى اول شيء، فيك تهدى شوي لنقدر نحكي مثل ما لازم. انا معصب، ما انا عم بغلي، انا عم بغلي. عم نحكي عن رجال عم بيقول وقائع، بدك تروق وتهدى لنفهم. هيدا صبي ما فيك تلومه، ضايع. كيف؟ ضايع. كيف؟ ريما ليش عم تدافعي عنه؟ ما عم دافع عنه، عم تحط حالي محله. ريما ليش عم تدافعي عن صبي انا عزرته 18 سنة؟ فيني افهم بقية القصة قبل ما دافع لك عنه مظبوط، بس خليني افهم بقية القصة. ماشي؟ فينا نرجع نقعد؟ يلا. مرتك الجديدة الروسية قالت لك بدنا نعيش مع ابنك. لا مش بدنا نعيش مع ابنك. إلك حق تعرف وينه. لازم تعرف. انت اللي عم تعمله غلط، انت اذا عم تتغضب عليه غلط. انت بدك توعيه، انت بدك تقول له الحقيقة. انا ما عم ببلعها. هيدي انسانة عرفت تحكي معك بهذا الموضوع. خليني ابنك. 30 سنة أنت عم تقول ما في أي كونتاكت أو أي اتصال أو أي شيء بتعرفه عن مرتك. صح. وعن ابنك. صح. بس نحن بعصر في مليون طريقة للاتصال. بوس. وفي أسماء وفي فيسبوك وفي صوروا. أنا ببوس إيدها لشغلة. أنا لما فوت على الفيسبوك بعد جهد جهيد من 5 سنين أو 6 سنين، بعد جهد جهيد بلاقيه عن طريق فوت على عائلتهم، فوت على ما بعرف شو كيف كاتب اسمه، فوت على عائلتهم و بلاقي اسم عماد الدين. فوت عليه ببعث له هاي انا سامي من شي 5 سنين. ايه. انا سامي. برد علي ولا كلمه، بلوك لغايه اليوم، لغايه اليوم ولا شيء. انا يا خيي انا كذاب، انا 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 كل شيء. ماشي. طب ليه؟ انا قتلت لك ابوك، انا قتلت لك امك، انا جبتك ما انت جبتني. ما جربت تحكي مع حدا تاني من العائله؟ شو بتستنزلي مني؟ لك انا بندوق. اسم الله عليه. بس لا ما اسم الله عليه، هذا المغضوب. اسم الله عليه. هذا المغضوب. ما حخليك تقول هيك، هنحكي بعد اكثر سامي، وحتلاقي لحالك انه منه هيك. لا اسم الله عليه. لا لا خليني بس احكي شغله صغيره. ايه انت ما جربت تروح على الاردن تسال؟ بسنه 2008 طلعت على السفاره الاردنيه يمكن بالحازميه وكتبت لهم رساله واجا الجواب. هلا كلياتكم عم تتساءلوا 30 سنه انت ما سالت عنه. بالقلب السؤال طبيعي يطلع السؤال، انت لحالك قلته. اما انا اذا بارجيكم شو عامل. شو
ما حد صدقه. منع سفر لما كان عمره 16 سنة، حتى إذا إجا على بيروت ليوقفوه على المطار لا أقدر شوفه أنا وسلم عليه. ما هي ما إجا ولا مرة هو كمان على بيروت. إجا على بيروت. إجا على بيروت. كيف إجا؟ كيف إجا؟ هون كمان ما أنتِ. بس إجا على بيروت كم مرة هو؟ اللي عرفته إجا مرة واحدة. إمتين؟ على أيام اللي وصلت دقوا لي الفيشي من مكتب اللواء، فتت على الأمن العام قالوا لي إجا مرة واحدة مع أمه، وحتى حددوا لي وين سكن، وسكنوا بالزلقة بأوتيل مع أمه. مع أمه يعني عم نحكي من كم سنة؟ يعني كان عمره 16-17 سنة. خبروك إنه إجوا وراحوا بعد ما إجوا وراحوا؟ إيه هذا آه مش هني هون. مش وما حدا جرب يحكيك ولا حدا، ولا عرفت ليه إجوا أصلاً؟ ما عرفت ليه إجوا أصلاً؟ هني اللي بدو يجوا على بيروت. بما انا اللي بفهمه من الفيسبوك، انا كمان بفوت عليها على الفيسبوك، ما في شيء عندها محل احذيه. وين يعني هون ببيروت؟ بعمان. يعني بتيجي بتاخذ احذيه منها. طيب شو بدك انت من كل هالشيء هلا؟ بدك تروح تشوف عماد الدين؟ حتقول لي انه منك مشتاق له؟ ما بعرف. هيدا الصبي اللي ما حاعمل مرافعه عليه هلا، بس انا ما بلومه. على فكره خبرني عن صاحبه، كيف صار الاتصال؟ قال لي انا عم حاول ساعده، وهالعمليه هيدي استدامت يمكن يومين ثلاثه وعمل لي بلوك. قال لي حاولت ادخل بصلحه وما طلع بايدي. ليه صاحبه لحاله بده يتحرك؟ انتبهي. صاحبه منين بده يجيب معلومات عنك ليتحشى فيك انت بالذات؟ برافو عليك. ايه؟ برافو عليك يا ريم. لانه انا من ضمن الحديث اللي قلت لك اياه كنت اقعد بحبش بالتليفونات، فوت على اصحابه. هذا واحد من اللي فت عليهم من 5-6 سنين، عم جيت على باله بهيدي السنة. انت بقدرت بالأساس. ايه بس من 5-6 سنين صاحبه حكيك. قد ايه ضليتكم ماشي حالكم بالحديث؟ ما فت ابنك على الخط؟ لا 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 قفلته ابدا. حتى صاحبه عمل لك بلوك؟ اكيد موجود. ليه عمل لك بلوك؟ تخانقته؟ لا ابدا. قبل ما اروح على شو بدك انت من هيدا الموضوع، اصعب شيء بالحياة يكون بيك وامك موجودين وانت ما عم تشوف واحد فيهم. انت منك محله لعماد الدين. منك محله، منك محله. ما خبرك وجعه، ما سمعت صوته، ما سمعت بكاه، ما سمعت وجهة نظره. انت ما لك حق تحكم عليه. عم بقول لك كأم بعد في ولد ما سمعناه، ما بنعرف شو قالوا له، ما بنعرف اذا بتاخده نايم بكيان كل يوم، ما بنعرف اذا بنبش يدور على صوره لإلك وما حدا بيعرف، ما بنعرف إذا بيتجرأ يسأل سؤال أو لا بالمحيط الصعب اللي أنت عم تحكي عنه وتشرحه من وجهة نظرك وعلى مسؤوليتك. نحن كله هذا ما بنعرفه. ريما حاعطيكي صائت غضبنا عليه. حاعطيكي حقيقة صارت من 12 سنة. برن هذا التليفون، تليفون قديم. ألو ألو. قال مين معي؟ قلت له سامي القرى. قال أنا عماد. قال لي أنا ابنك إيمان. إيه إيه يا بابا، كيفك؟ كيف صحتك؟ حكاني. كانوا كلمتين مختصرين. أنا بحكي معك بس ما بتجيب سيرة أمي. قد إيه غسلت بمخه؟ قد إيه مغسول؟ قد إيه مغسول؟ بركي الصبي ما بحب الجرثة. ما بحب الحكي، أمه وبيو يتراشقوا، يا عم طفل هيدا، طفل اثنين، هيدي مرة ربته وتعبت عليه لو هي مذنبة معك. ريما ريما. سامي. هي مذنبة معك لحظة. مش معه. لحظة. نحن هلا عم نحكي عن سامي اللي بده يروح يشوف عماد رغم كل هالغضب. هل ضامنين سلامتي؟ بهمك سلامتك إذا بدك تشوف ابنك؟ أنا والله بروح شوف ابني لو كان مدري وين. لا لا بمعنى ما أنا إذا ما انضمنت سلامتي ما في اثنين وراي بيموتوا. طيب خليني أرجع لنقطة طبعا نحن نعمل فيها. بضمن سلامتي مع أشخاص عايش معهم عمر ومع شخص ما شايفه 30 سنة؟ شو بتختاري؟ بركي هيدا اللي صار لك 30 سنة ما شايفه ناطر هيدا اللحظة صار له 30 سنة. بركي كمان أنت محاولتك أصلا اللي حكيت عنها ما كانت كافية، أو أنت بركي هو برأيه هيك، بركي هو برأيه إنه ما كانت كافية، بركي برأيه إنه بيو بكسر الأرض تيشوفه، بركي برأيه إنه هو كمان بكل المحلات محرج وما قادر يفتح تمه ويسأل سؤال عن بي في بينه وبين عائلة أمه غضب. بركي أمه عندها حجة مدعومة بدليل، بركي في كلام قالته ما بعرف. عم نحكم على شخص ما حكيناه بعد. يا ريما، يا ريما
نحن عايشين ببلاد صغيرة. أنا لما بيجي بقول لك أنا صار عمري 60 سنة، طلع لي هلا سجل عدلي لا منظف ولا مبطخ، ما علي حكم، ما علي وسخة. بس أنا مني ملاك، مني نبي لأتعامل بهالطريقة. ما في شرع ولا دين ولا رجال ولا مرة بترضى. بدي أحكي عن عماد اللي صورته اسم الله عليه تجنن ومعلم، وواضح انه شاب بينفق، يعني بينشاف الحال فيه مثل ما مبين من الاشياء اللي كتبها عن حاله. بعد انا ما بعرف ولا احكي عنه كمان، بس ما فينا نحكم عليه. برجع باكد هيدا الشيء. بدي اقول لك بس شغله، بدي اياك تكون للاخر صريح قبل ما احكي عن علاقه بي وابن. فيها شوق وفيها غضب وفيها عتب وفيها قهر، خاصه انه ما خلفت غيره. فيها ظلم. هيدا ابنك الوحيد. فيها ظلم. بينك وبينه ما في ظلم. في ظلم. طيب، ما رح شهد لك سامي بالألفاظ اللي عم تختارها، بس في علاقة كلها انقبعت من عمرك وعمره. في 30 سنة انقبعوا من عمرك وعمره. 10,767 يوم، وبكرة بيصيروا 768 يوم، وبعد بكرة و69 يوم. شو ناضي؟ يا عم البي اللي عم بيعد الأيام ميت شوق. ميت شوق اللي عم بعد الايام، عم تعد الايام. مين بعد الايام غير اللي ميت شوق؟ ايه بدنا نروح لعنده. لا انقهر اكثر، لا اتظلم اكثر. ايه انا حار لك اياهم. بالنهايه شافي مني، ظلمني، هو انظلم وهو ظلم حاله. بالعاده مش الضحايا اللي بنلاموا. مين لك قال؟ بنخلفهم وبنكبهم و مين لك قال؟ بنضيعهم بيناتنا، بنرجع بنقول ليه ما سألوا عنا. ما هني عنده جرحهم كمان. شو هو عنده جرحه كمان؟ ايه شو الجرح؟ هو ضحية اثنين على القنين مع بعض. 60 سنة راحوا سامي، 60 سنة راحوا وانت بي. لو بقي بالعمر يوم بحق لك تحضن ابنك، بحق لك تسمعه، بحق لك تفهم منه، بعدين حاكمه. بعد شو؟ اسمع منه بعدين حاكمه. بعد شو؟ بعد ما صار معي مي زرقاء ومي سوداء، بعد ما عملت قلب مفتوح من ورا القهر، من ورا البكا، بعد شو؟ من بعد شو؟ بدو يسأل، بدو يقول في إلي أب؟ لك أنا حجر سامي. ما هو الحجر ضلك ترقي عليه بلين سامي. الحجر بلين ملين. هو فريق العمل بدك نلغي ولا بدك نواجه؟ ما بعرف. ما بدك نلغي ولا بدك نواجه؟ جيت طلبت طلبت انه تشوفه، بس ما قادر بقى. طلبت قلت بدي الحق ابني واعرف وينه. باكد لك انه الحواجز اللي واقفه بوجهك بالاردن راحت، وبتعاون مع الاردنيين راحت، ما عادت موجوده. صار لها نانسي سلوم مكسره راسها باوراقك 100 سنه لنحن نعمل صفحه بيضاء تجاه الاردن اللي هي دوله محترمه تحترم حقوق العالم. انت هلا قدام موقف واحد، بتقول بنمشي منضب ومنمشي، بتقول الغوا منضب ومنلغي. بس انت هلا بي بدل ما تحاسب خلينا نشوف تعمل انت مسؤوليتك للاخر. نمشي ولا ما بنمشي؟ ما شو بتستنزري مني؟ نمشي ولا ما بنمشي؟ شو بتستنزري مني؟ كيف بدي احضنه؟ بدي اسمع وجعه وقوله. انا كيف بدي احضنه؟ بدي اسمع وجعه وقوله. انا مش خايفه من هاللحظه. لا مش خايفه. انا كيف بدي احضنه؟ انا مش خايفه من انا لما بيكون بعيد عني 30 سنه كيف؟ وين هاللهفه؟ بعيد عن العين، بعيد عن القلب. سامي شو بدك؟ بدي جواب. ما بعرف. اعطوني دقيقتين بس، اعطوني دقيقتين. ما قادر. خذيت
انا رجال عمري 60 سنه بدي ابكي كيون. انا بدي ابكي. انت بي، انت بي، هي الكلمه الوحيده اللي احلى من رجال. بي هيدا اكبر نعمه، هيدا اكبر نعمه، حرام يضيع العمر وما تعيش هالنعمه. يا ريما انت شو انا بس تقبلين بهذا السؤال؟ طب رحت معي، فيني اقول لك شي على مسؤوليتي؟ رحت معي والكل شي. فيني اقول لك شي على مسؤوليتي مع اني انا ما بدي اضغط عليك، انت حر تقول لي بدك اياه. انا معتبره عماد مثل ابني. اذا هند انا بدي اسالك، اذا هند انا لو ما انا لو محلك تابع للاخر، اذا هند بكون سكر الباب وعملت كل شي ينطلب مني، ورضا الله علي كامل، عملت كل محاولاتي وصلت لحد وطردني غير ما نام وانا عم اقول تبركي. طب بركي فتح الباب وعبطني. طب بركي فتح الباب وخبرك وجع اكبر من وجعك. انا ما بنام. انا خلصت دقيقتي خلص. انا بدي قرار، بدي قرار، بدي رجال جمع حاله وبي بده يسمع قبل ما يحكم، بده يسمعه قبل ما يحكم عليه، بدي قرار. أوكي. وانا محترمي القرار شو ما كان. اوكي محترمي القرار. أوكي. اوكي شو بدي؟ جمله مفيده بده يسمعها عماد. شو الجمله؟ انا جاي، انا جاي. حقلك اياها، يمكن ما طالع من قلبي هلا، بس يمكن لما اشوفك يمكن ما بعرف. هدي اول مره بتطلع. أنا جاي يا بابا. خلاص ما بقى قادر بقى، خلاص أخدتي قرار؟ أنت اللي بدك تاخده. أعطيتك إياه ابنك مش ابني. بس أنا أنا أول مرة بقول يا بابا. بدي صدقك عقد ما بدي أسمع يا بابا. طب حلو حلو حلو، ما بدي أقول وراك ولا جملة، ما في شيء ينقال ورا كلمة جاي لعندك يا بابا، ما في ولا كلمة تنقال. وين بتنصرف هذه الدموع؟ وين بتنصرف؟ البيات ما بيسألوا وين بينصرف، البيات بيعطوا بالمجان. حتى لو أولادهم ذبحوه الولد اللي لازم يبقى بالمجان مش الأب. هيدا ولد ما سمعناه، ما سمعناه. اسمعوا اسمعوا، خليني اندم ليه اخذتك لهونيك. اسمعوا انا جاي وحواجي. شو ما كانت، شو ما كانت العقبه، شو ما كانت، ما بقى عندي شيء اخسره. ومثل ما بقولوا جيم اوفر، يا بتسمع الحقيقه يا الى اللقاء فوق. نقطه على 10 سطوره. الله يعطيني العمر لا اقدر اشوفه ان شاء الله قبل ما يغمض ان شاء الله.